ما راهش في بعد رونديفو ما تلمش. جرائم القتل تدق ناقوس الخطر وتتعدى الخطوط الحمراء في مجتمعنا المسالم. نعم، ثلاثة جرائم بشعة شهدتها العاصمة في ظرف أسبوع فقط، ضحاياها شباب في عمر الظهور قتلوا لأتفه الأسباب ومن دون أي رحمة. قالوا إياه ضربني بالموت، قالوا هو ضربني بالموت. وش قالوا سيد؟ دير هاك دبر. ايوا ضحكه ولا بحتاش يا سيد ميت الله يرحمه. جاء هذا الانسان لابد موس في الانظاري، جاء ليه قالوا شلون هذا ما قال له واش جبد له الموس وتختير بد يده وكيل بد يده. الجريمه اصبحت شبه ولات عاديه، بكري كل الناس من جريمه الناس كلها تتحرك وتثقوا بها، لكن الان ولات حاجه عادي. حتى بعض الناس ولو ما يقراوش على الجريمه غير الفضول برك باش يعرفوا جريمه، وهذه ظاهره خطيره على كل حال. نحن اليوم نتساءل، هل تفشي لظاهره تعود لغياب الامن ام لانعدام الضمير ام انحلال الاخلاق؟ السينيال، السيف والفيزي هي أحدث الأسلحة المستعملة من طرف أغلب مافيا الأحياء الشعبية في معاركهم. هذه الأسلحة التي باتت بحوزة شباب لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة. حرب العصابات أو كما يسميها البعض بحرب الشوارع آفة تفشت بكثرة في مختلف ربوع الوطن خاصة في الفترة الأخيرة. ظاهرة تبناها شباب اليوم لدخول عالم الإجرام من بابه الواسع، فأصبح هؤلاء يستعملون مختلف الأسلحة في شجاراتهم التي تبدأ بمناوشات كلامية. كون نحكي لك على جانب المخك فرين على جر آريني آريني نظفر بلا، فتتطور فيما بعد إلى مشادات ومعارك دامية لتنتهي في الأخير بحصيلة مأساوية ضحاياها شباب في مقتبل العمر. إعاقة مستديمة وغدوة عندي رونديفو. كنا قاعدين خل لعبوا في الدومين مشي غير انا اللي تقصت، قاسوا ثلاثه عيبان قاعدين لعبوا، جابوا السلاح جاوا بداوا يضربوا. باش واش جابوا سلاح؟ سيف خو سيف، وكان واحد رافت فيزي وواحد حبه بوق وحبه سينيار تيروا بها. كل كرام العباد لهنا مبليشين استفهم لك لهنا معطوا به حرب، واش من حرب والراي الفايده فيها؟ سيا ودي سيوف السينيال البقلي فيزيك دامنا يا واحد اختار في سخصون طرا بدا يتيري وفي سلاح وفيم وير خوما وش ام حايبين يرجعوا هادو ما هوليود هادو ام ايماجيني ويرقد دقيقة يرقد ايماجيني جي تورني. الاحياء الجديدة التي باتت تعرف جوا مشحونا من الشجارات والمعارك بين السكان الجدد والسكان القدامى، حيث كل واحد منهم يريد بسط سيطرته على الحي أو تصفية حسابات وأحقاد دفينة، مما جعلهم يدخلون في مواجهات عنيفة دامية. وليد الحميس يجي لهنا يتضرب، احنا نروحوا لهيهان نضربوا، وليد الأربعة يجي لهنا سي كيف كيف، وحنا نروحوا تما ثاني كيف كيف. سيد غير كيما جاي من لي زونطرين مو ياخو أكفان جاي كان ينطريني بيا في الليل خرجوا ليه من الحشيش خبطون خبط خبطون خبط علاش حقر عادي. داهم الحجر للسيوف للسينيال اخو تطفل صغير يرحم بابك يجي جايز يقرا في ليكول فلاني يجي جايز كيما نقولوا الكارتي تاع الحاميس. ود الحميش كيفاش يخضروا فيه؟ يخضروا فيه عدوهم. هنا شغل ولات احياء عنصريه، كلها انت تكون في الحاميس جهتك، انت تكون بن جراح جهتك، ابو معزه جهتك، هذا الاربع تسمى شغل جيل عندي نخبطك، نجيل عندك تخبطني، هذه قاعيتك عنصريه. بالنسبه لحرب العصابات
هذه ولات حرب الاحياء وحرب العصابات، هي مستورده في الاصل، هي ماشي تاعنا. هذه لي غانغ كاينه في امريكا، كاين في افريقيا، امريكا الجنوبيه، كاين في لندن، في بريطانيا، حرب العصابات. لكن للاسف احنا انتقلت هذه الحرب خاصه في الاونه الاخيره بالنسبه اللي راحلوه من السكنات ولاو اصحاب حومه ضد حومه. احنا كنا في الحومه الاخرى وانتم جيتوا في الحومه الاخرى، وهذه ولات خطيره جدا. ما نسميش بعض يعني للاسف يعني لا باس بهم، لكن كي انتقلوا السكن مخلطوهم ولاو ياويل واحد من الحومه القديمه تاعنا يدنا له واحد من الحومه الاخرى اللي جاوا سكنوا معنا، تولي حرب عصابات. حتى الشرطه راهي تعاني معاهم. خويا جميع دار تدخل ليها تلقى سيوف وتلقى ليفيزي وتلقى دوزان مخيفراني يعني. احنا رانا شغل ولينا بكري. ايه عندك معايا نجي ما نهضرش معاك، نقطعك نقيسك، ما على باليش انا يعني. لم تقتصر هذه المعارك على عصابات المافيا فقط، بل تعدت الى اشخاص يصنفون في خانه المسالمين، الا انهم يجدون انفسهم مجبرين على التدخل للدفاع عن النفس او لفك النزاع. انا عندي قديد باللوالي في لافي. ياو تلقني بعد. مين تبع تحشاش؟ اقسم بالله نقول خويا بعد كي بخوتك يا راحي زعما بتحمتك يا خادشت لما اقلت لخويا. اخوك فرع اقسم بالله نقول خويا يا دكتور. شبيه شكيتك بلاني واحد وليد الحومه من هيك. شكون هذا؟ ما على باليش تلقى في الدوره منا. واش تبلاك هادي في الحومه؟ تبلاك واش في الحومه؟ تبلاني ولابس واحد الشريفات هكدايا. معليش خلاص دور تلقى. خلاص طلعي انت للدار، طلعي دوك انا نشوف واش ندير. روحي طلعي. انا خير نشكي. قالوا لي ضربوها في الحومه، ضربوها تبلاو طفله عندها الحق. طلعوا طلعوا لا يا اخي الحقوق عندها الحقوق. قلت بالله قلي ضب راسك. انا رحت انا ما نقدمش عليك رفت تموس يا اخو. شتو انا خليت هذا هاك شون طلع انا نشقفوش عليك. انا نشقفوش. كاين ثاني صحابي ما يحبوش على خياتهم، ما يحبوش على بناتهم، طلعنا اللاصاص ومن بعد احنا غير لحقنا جاو رجال. ديك خطر انا قاعد لهنا صدمو غاشي حتى لهنا على جلمن على جلمن سوكاشي زوج خرودا قدامنا موضوع عباد كبار شيوخان ساعة جايز ولا ويتيريو يا اخو. خليك في راسك على جرسو كاشي. فريق سري جدا تقرب من هذه العصابات وتحرى عن الموضوع. كانت ظلمة، كان حساب، كان عباد قاسو، كان عباد شقفو. هادو مالي باني تخبط بيهم خو. فهمت خو؟ هادو ما سلاح ليبا ما عدي انا نضربو. احنا كنا نضربو بالخمس سوايع بهادو السلاح. بهادو هموم اكتر من هادو. هادو ما السيوف اللي قطروا باك تشوف كلش حاجه. واحد محدد، واحد مسدد، واحد مخدوم، واحد مرقع. كاين امن ما يكون الصوالح هادوما. هذا جاي من الخدمه شو الضربه قد منها. كاين مرضهم خرجوا من الحشيش تاع الباطيمات، خرجوا عباد قاشو وكلمات. ها انا جري عباد راح يديروا سبور عاودوا ولاو بليساوهم خو. هم كي قاس واحد تاعهم بالموس فهمتني خو، قاس واحد تاعهم في الموس حنا ولينا نمشو بالمواس خو. لا بالك بها هادي، حنا ولينا نمشو بالمواس. كي جاو يبراديو عليهم خرجوا لهم من الزرع واحد يدحوما اونكاجا لهم ضرب واحد الوجه قلعو. داروا من لما جابوا عباد كبار قالوا شوفوا باللي ضربونا وليدنا كانوا يمشوا ضربوها. وحنا بالعكس حنا ولادنا جاو يقراو جايين من صاله تاع سبور فهمتني خو. ديفوندو على روحتهم ولا شافين به السيد وزموا علينا باطيمو او دو طروا خرجوا لنا هاربين. فهمت يا وليد حومه عنده سمانه من اللي بيخدم في البلديه مسكين تحرق له راس ماله. فهمت خو؟ وش راح نديروا؟ ان شاء الله راح نديروا له ملما ونعاودوا ريكيبيروا له هاربين فيها. باسكو ما كانش اللي ريكيبيروا له ني دوله ني بنادم واحد اخر ني ولاد اللي حرقوا. مثلا سكين سيف هو سلاح من الصنف السادس. المادة 10 من القانون يحظر على أي شخص أنه يحوز هذا السلاح بدون مبرر شرعي، بدون ما تكون عنده رخصة
للمصالح المختصة بحمل هذا السلاح. وبالتالي العقوبة نصت عليها أحكام المادة 39 من نفس القانون اللي تنص العقوبة من سنة إلى من 6 أشهر إلى سنتين. اسمع نوضة بخارجة وليدي لنا مزروفة ما عنديش وشي كل ما تخيلك مزروفة بايرا شكرا دغوني ما حزرت الناس انا من الله عندي المشاكل تكزيستي كالينا حيل خطوة فا كالي قريسي عم نتنسرف الناس دوكو انا نسخ مصروف انا نستعرف انا الله يساعد احتيري مصروفتي تسير الله غنى حشمان بي عندي اقسم بي حمدة خلاص ما هدو هم التوالة هاك ديهم وسكت عليا ما انا باليش بي برا راسكم واش رضا صافا خو اسمع انا ما فيديت 50 واش نديرو يا خو نديرو 50 ونجيبو طرف تاع 100 ولا نجيبو حبة حمرا نديرو 50 يا داخو بصح يا خو اخي عارف كان رجل اهو شعر عادف يا خو رجال ولا بطنة يا لا غواشية خلاص انا نعطيك 50 وانت ليش راح تقضي. هو حال البعض من شبابنا اليوم والذين جمعهم فشلهم ومشاكلهم اليومية ليكونوا جماعات من المافيا. غريزتهم الوحيدة هي المخدرات والافتعال الشجارات لأتفه الأسباب. أسمع منين جبت هذه الكمية شريتها على مالي مليحة جاب كمية بنينة هذا النوع من الأسلحة البيضاء الخطيرة من أين وكيف حتى صار في متناول الشباب بكل هذه السهولة؟ ضرب الأخطرة واحد يريد حومتنا جا طالع 20 حارق جاها بالضبه نحاولوا محارقوا جا شغلنا طلعنا لمينا لما تعنا طلعنا قيدي غاشي حومار عدنا في المغرب قدايا جوه 8 انصدموا مهبول انت يا لي ما عنده سلاح ما يعرفش سلاحه هو شعار أفراد هذه العصابات. حمل السلاح واجب على كل فرد في حال وقوع أي طارئ. عندي سلاح في الدار نعم عندي بوشية عندي سواسوت عندي شاقورة عندي فيزي عندي الغاز أكد لي على الغاز صرع بي الغاشي الغاز حكايتو الغاز ولا يغمزة يا أخوي العزيز الغاز ولا تقوبي ترمط فهمني الغاز تحادي كرشو بدارك فهمني زعما دوكا تحتاج واحد بداك رشيطة فهمني وتحب دا تكون دبزة دا قنفلو دا تقبل بوطو وخليها نمشي بالموس باسكو الناس تحقر بالعيد تحقر بالعيد كون قاعد يجي لي قولك وعشك تشوف فيها دي هضرة قولك وعشك تشوف فيها سليم عنده سلاحه ما يعرف صلاحه دوكا تفلك دا داك يسمع حق دا ويكبر مع داريك دا سيك يرفد سلاح ويرفد ويخبي مشي سلاح سلاح كلونداري ساطو قدا يا سيليار ويحت في الدار قاعد انا سلاح كان عنده واحد ما خمسة حبات سيريال كان عنده 6 ودي النشعة ما زال واحد يضرب ولي خمسة ما قتلوا صح ما قتلوا. فالسيوف أصبحت بمثابة أكسسوار إلزامي يجب على كل فرد حمله. دافع تكون قاعد يجو يتبلاوك يسمى لازم تحقنا في جيل لازم ترفد معك سلاح ما بري فقط سيبهم ديرو بري يا قال ديرو بري ما كاش لي ماشي بكري يا قال ديرو بري وقا يعرفوا يا ما كاش لي ما يعرف يا خاني قتل بدوك رانا في وقت يخرج الكشي ما يخرج الحل الحبس ما ولاش يعني يستحي منه صاحبه ولا حتى القضايا بايخة يعني صراحة قضايا سارقة قضايا ضرب والجرح والله ما عادش يخرج من الحبس بالنسبة لي خرج كأنه دار تدريب كأنه خرج من جام الخارج جام العمرة والله جام يستقبلوه ويدوروا بأصحابه صغار يشوفوا معاه وبلك في قلبهم رمي يتمناه ويكونوا كما هو
لأنه ماهوش منبوذ في المجتمع. الماضي كان يخرج من الحبس، يعني علاش يقولوا فلان ياكل ما يشبعش تقول خرج من الحبس؟ الآن بالعكس، يعني كاين اللي يقول كاين اللي يشبع في الحبس أكثر من يشبع في دارهم. فلذلك هذا الكلام ينتشر بين الناس، يقول لك أنا يعني ولا غير منه اللي ماهوش في الحبس واللي غير من اللي في الحبس. توجهنا إلى حداد لنستفسر حول كيفية صنعها، لنكتشف أن الحصول على سيف في مجتمعنا ليس بتلك الصعوبة التي نتخيلها، وصناعته لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة. على كل حال، فيما يخص صناعة الأسلحة البيضاء، السلاح الأبيض، نعم هذه الظاهرة منتشرة، وين أصبح الحدادين هذو اللي يخدموا الشدار هذو يخدموا الأسلحة ويبيعوها وكذا. أنا نقول لهم باللي هذا العمل يعاقب عنه القانون، العتاد الحربي والأسلحة والدخان. تولي كارثة في البلاد هذا بالأسلحة البسيطة. الناس راهم يصنعوا أسلحة في ديارهم، يصنعوا موس، يصنع، ولاو يتشهوا في يعني في الواجهات اللي تبيع الأسلحة البيضاء. نشوفهم في باب عزون مثلا، ولا في مكان اخر في بالمزداد، ونشوفه يتشهى، يشوف الموس يتشهى، حاب يشريه، يعني وهو او يفكر في حاجه اخرى باش يولي صحيح، باش يولي واعر، باش يولي يخافوا منه. سلاح اخر لكن اكثر خطوره واشد بلاء هو السنيال، الذي يستعمل للاستغاثه ولطلب النجده في البواخر، اصبح يعتمد عليه في المعارك. يا خو دوك انا واحد يجي يتير عليا بسينيال، واش غندير؟ لازم نرجع له الصرف. يا خو فاهم كيفاش؟ هادي هي. رغم انه يطلق طلقه واحده فقط، الا ان هذا الاخير يلحق اذى اكبر مقارنه بالاسلحه الاخرى، لان احتمال نجاه المصاب به ضعيفه جدا، وفي العديد من الحالات يؤدي بحياه المصاب. شغل صارت، جيت انا من الخدمه تلاقيت به في الزنقه، راح يشري، كان هو وصاحبه سيدالي راح يشرو اللعقيبه. بعد ديك صرات تما شغل كيما يقول لك هكذا دبزه بيناتهم، ومنطون ومرمو بين دوله تاني كانوا يضربوا بهم بليسيني. هانو جات ضربه فيها اسو رقبته، بعد ديك راح كومه، راح تسمانه كومه. ومن بعد ما صافي شحال عندها من اللي 4 سنين دوكا تروح للشرع اونفواي. حنا هذا اللي قتل خونا ما نسمحولوش. يا اخو ما نكذبش عليك، طالب الدولة تخدم خدمتها، حاجة باينة. خاش دوكا رانا نشوفوا في الناس يدخلوه ويخرجوه نورمال، الحبس ولا شغل كيما يقول لك كوني فاكونس خويا لازم. لك يا اخو انا هذا ضربه ماشي باش نحقر ولا باش نضرب الناس ولا نقتل الناس، على بالي بلي هذا يقتل يا اخو كابو بيغيزي واحد يقتل. طبعا انا ماشي باش نقتل ولا حاشا ولله، يا انا برك دايروس مشغول باش ندير تاريخ العمري كاش دبزه ولا يا اخو باسكو دوكا قاولوا يرفدوا سيوف ومنا. خلاص يا اخو انا ما نقدرش نرفد سيفي يا اخو، نكذب عليه راه يكونوا 6 عباد ولا 5 جايين بسيوف وموس، انا شحال ندير لهم؟ ديما ندير لهم يا اخو، انا عندي حبه سينيور ندير بها تاريخ العمري يا اخو. البولو مع الدوله يا اخو، البوليس عنده كابوس يتيري من بعيد، انا عندي هادي وعندي فيزي يتيري من بعيد يا اخو، يتيري من بعيد واحد ما شاف حد. حاولنا الحصول على هذا السلاح، فكانت وجهتنا جمع لهودة بحي القصبة العتيقة، حيث قابلنا الباعة بالرفض التام وانكارهم بامتلاكهم للسنيال. ولكن بعد إصرارنا على أحدهم زودنا برقم صديقه الذي يمتلك هذا السلاح. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معايا يا اخو، عطاني النميرو ديالك واسمو. شكون يا اخو؟ كاش مفهمك، قال لي بلي عندك لي سينيال للبيع يا اخو. حبيبي ما حبيت نشري برك سينيال، عندي وليمه وحبيت ندير، حبيت نقضي عليك سينيال اذا بوسيبل يا اخو. انا اسكن باب الواد. لا يا اخو، خاطئ يا حبيبي، خاطينا مشاكل وخاطينا كلش برك.
كونك مهني حبيبي عم نبرك وليمة سمح بينا نديرو حاجة جديدة. أها. أها. خلاص نتلاقاو في كيما طريق البحر. اتصلنا به وحددنا معه موعدا في احد الاحياء الشعبيه بالعاصمه. واش يا واش خويا عباس حبيبي انت عباس هنا هاك يا مال ديالك اخويا الداخل يا اخي معلش معلش باش نبيتي والمشاكل تعرف الدوله عندنا ما يشمليها يا اخو ما يمليها شحال قلت لي يا اخو اخويا اعطيني سكاورة يا اخي الخرانيه سبعه يا اخو ليك راني قسمت معاك تليق منا فاهم راني كاتب وما ينفعش نابوط الفوتالك في التليفون يا اخي الله يستر تعرف يا اخي انا كان ماشي تليقي وانت متجل عندي يا اخي شد شو تعاون نحسب يا اخو ولا ما خلى خذ راحتك الصحة يا اخي الصحة تعال الله يحفظك صحتك ما تعرفني ما نعرف يا اخو روح مهني حد ما شاف هكذا يا اخو الله يستر فعالية وخطورة هذه الأسلحة جعل منها السلاح المفضل لهذه العصابات ومبلغها الذي لا يتجاوز 8000 دينار جزائري جعلها في متناول الأشرار. ليس بالمدى البعيد نتذكر حادثة ملهى زيرالدا الذي راح ضحيتها 7 أشخاص إثر هجوم من طرف جماعة أشرار استعملوا فيها السنيال. السؤال الذي يبقى يطرح نفسه من أين تحصل عليه هذه العصابات؟ عند المؤسسة سيوفات جبت ورقة القاطي وطرحت القاعد يا أمي تباعد خلت برا يتباعد غادي يقرب عليك بوليس يديك استشار كان باين عادي كان سلاح كان سيليا كان بوك جالاكسي كان ويكو كان لابيريسيون كان صابر كان بوشا كان سلاح خلت سيوفا كان انواع سلاح قاعد تزاهر فيها قاع سلاح عمي عبد القادر وين حولوس نيغوسيات شويه شحال كسبها عندنا الاخرانيه دوز نقدر نجي نشوفها باش نضرب بونقيس ديالك كيف بس باش نقتل خويا قسما بالله العظيم 80% تاع لي جان قاعده وسنيان في الفار بص حيلة تيخ في الحل عندي غير هذا وشوف بنيته بس الزوجو قدروه الدولة قدروه وقتله عند المؤسسة سيوعة جيت ورقة القاطي وطرحت القاعد يا عم يتباعد خلت برا يتباعد تزاهر فيها باسم توجهنا مع مصالح الجمارك إلى ميناء الجاف أين يتم وضع الحاويات المحجوزة. الحاوية الأولى كانت بها الآلاف من الألعاب النارية الخطيرة التي تسمى بالبوق ويستعملها العصابات عادة في معاركهم. أما الحاوية الثانية كانت بها أجهزة ليزر بعيدة المدى التي تعد من الممنوعات والمحظورات. و
والمفاجأة الكبرى كانت في الحاوية الثالثة التي كانت مملوءة عن آخرها بالشماريخ ورذاذ الفلفل. ماشي في ميجان سينيال محمد يالا سينيال. مديرية الجبارك تحجز سنويا ما يقارب الملايين من الأسلحة النارية التي تدخل في الممنوعات. مديرية الجمارك ردت على تساؤلاتنا، ولكن هل يمكن الحد من انتشارها بين الشباب؟ إذا فيما يخص حجز المفرقعات على مستوى ميناء الجزائر، كانت مصالح الجمارك سجلت خلال سنة 2015 حجز حوالي 4 حاويات من المفرقعات من مختلف الأشكال والأحجام. لم يقتصر استعمال هذه الألعاب النارية في الشوارع فقط، بل تعدد ذلك لتصل إلى مختلف الساحات العمومية وملاعب كرة القدم ليتغنى بها الجماهير في المدرجات. قسما بالله العظيم غير 80% تاع لي جان قاعد عندهم سينيال في الدار، اللي ما عندوش سينيال عنده فيزا. سلاح آخر يعتمد عليه هؤلاء الشباب في معاركهم، ألا وهو بنادق الصيد البحري التي صنعت خصيصا لصيادة الأسماك. با ماجوريتي تاع الناس قاعد راهم يضربوا بالفيزي هاردا يا اخو، خلاص بالموس و سينيال وكذا، الناس قاعد يخدموا بالفيزي. شكون هادي عندها الهيبات ديالها ماشي كيما الموس، ولاو ما يخافوش من الموس خويا. لو يخافوا دوكا فيزياء ديالك هادي بزاف رابيد يا خو، باش ينضرب مقيس ديالك توكي كلاس باش نقتل خويا، ماشي باش حاجة واحدة أخرى إنجليزي الوقت ويقول هكذا يا خو. فهو عبارة عن بندقية تطلق سهام حديدية، لكن البعض من هذه العصابات تستعمله لإلحاق أقصى حد من الأذى للخصم. سهم حديدي واحد يكون كفيلا لفتك روح المصاب به. بص حي تيخ تنتحل عندي غير هذاك، وجو بنيتو باش تزوجو غدروه الدواء غدروه وقتلوه هذا البلاك في الكبشه شي رزق. وهنايا بدا يطولي قالوا لي بلي قتلوا خوك، قالت لي السبيطار كلمة الأولى اللي قالها لي قال لي يا أخويا مغدروني غدروني تحاماولي، قال لي فين أم تحاماولي خويا، والله غير ما يتشم ما يتكيف ما يشم ما يدير والو سبورتيف، تعرف هاد سبور ما يأدي الملا ما يأديهاش، شت الملا ما يأديهاش، هنيني نهنيك هادي هي. شدوه وقيدوه له وضربوه في 3 صيدوه كيما يصيدوا السبوع. قبل كان قاعد في البالكون باخذه شغل طيحوا له حبط داوس معاه، وهذا اللي قتل هذا اللي خسر الطفل هذا ديجا ذاك النهار ضرب السينيور قاس واحد للكرش ضربوه بومبا تاع غاز، ومن بعد ضربوه في زياربو كي جا حابط ضربوه من جهه الكارو تاع الشوفور، قال الضربه جاتو هنا دخلت له من حتى لهنا ضربوه بالغاز كي كان هابط تيراو عليه فيزي دخلت من هنايا حتى لتحت
ام بتجرب بيها بتيره عليه بليسينيا وش كانوا ناويين قتيله كانوا ناويين القتيله ما بهنايا القيصاص القيصاص ما يدي واش نقتله. المعروف أنه للحصول على هذا السلاح يجب اتباع إجراءات أمنية وإدارية والحصول على تصريح من السلطات الأمنية والولائية، إلا أننا تفاجأنا أنها معروضة للبيع دون رخص وبطريقة عشوائية على مواقع التواصل الاجتماعي والتسوق عبر الإنترنت. قررنا تقصي الحقيقة واتصلنا بأحدهم وانتحنا صفة شاب يريد شراء بندقية صيد. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وش راك خويا لاباس؟ لاباس خويا بيان. الحمد لله يا ربي. يا خو شفت لانونس لانونس ديالك فوت كنيس على لي فيزيوغ بون هاديك؟ شحالك طالب؟ شحالك طالب فيها يا؟ راني طالب بلي تما يا خو ديسات مومون. نيغوسياب شوية شحال تحسبها انا الاخرانية؟ دوز من الاخر يا. دوز؟ نقدر نجي واش مجي فين بنيا؟ واش من ساعة نتلاقاو غدوة؟ غدوة الجوهر 11 نعيط لك بربي إن شاء الله. ولا ما نشيها خلاص بإذن الله نعيط لك ونتلاقاو ونجي نشوفها. صح أخوي. والمفاجأة أنه لم يطلب منا لا تصريح لبيعنا هذا السلاح الخطير. وها اللي في تتعى تخبر لك الجوم لها. علاش عامك زالب علي شابة شابة من الاخر ديالها هنا بوينت يا هذه لا كروس تاعها باعوهم شنو نعمل 700 هكذا صدق عباك دوك انا فاش راني خايف قول لي هضر لي برك على الكوارت كيفاش كوارت مش كوارت كوارت درت ما نديروا الناس كيفاش الله يستر هلا هلا شوف نقول لك شي هو كبير ولا صغير عنده 27 نورمالمون باسكو كاين زوج كاين تشويه وكاين حيازه اللي فاي 30 سنه يدير له تشويه صافا دير خلاص ما يحوسوش عليها يشوف الباك يصورها ويديها لهم يدي كازو جوديسيال يقولك سي ليسونس وي صغار يعني روح الله ولايات ما هو يديرها ماشي باسكو انا قالوا لي اللي تشويها من عنده هو اللي يدير لك اكثر من لا 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 اكثر اسبحان الله عليك كذب عليكم هذه تصورها صورها وتدي لها فوتو تاعها وما اكزاكتومون ما دازوش الكتيبه الكتيبه مكتوبه اوما على ما كان ولا كاين اوتر سوليسيون سي لا موان دو بروبليم روح للكلاب تاع لا فرونجي كلاب تاع فرونجي الكلاب تاع لا مونجي كيما نتوما كاين تاع الجي سونتر نعم مومون كاين يا الفار يا لا مدرك ان دي دو يروح ليهم تما يدي دو كات فوتو وليك سي نيسونس ليك سي نيسونس يخلص 200,000 يخدموا له كارت دافيرون تاع الكلاب تاع لا فرونجي لم تعد أحياؤنا اليوم تخلو من عصابات تتبنى جملة من رفض الإعلام الحومة وبعض الأحياء ارتبط اسمها بالجريمة والعنف بسبب كثرة وقوعها يومياً. طلع إعلام تاع حومتي كيفاش هو طلع إعلام وفي حومتي وضرب لي وليد حومتي كيف هذوك يضربوا بالموس ويبدا يكسر مع صحابو منايا وانا ضربته بالموس أكبر كل حومة عندها إعلام ديالها كل حومة بولادها لازم يوقف واحد مع ولادهم تو باش تعرف يا باش ما يطيحوش ولا باش ما يحبطوش الاعلام تاعهم تو تسمى انا اللي نقول انا وانا يحبط بهادي كاع نرفدو المواس واش كان السلاح اللي كاين ندو معانا يا ندو لهم صدمه شابه يا نجيبو حقنا يا باش غدا على غدا ما يقولوش هادو هما مرقو باش ما يقولوش غدا على غدا هادو هما باردين تعرف اسم نطلعو حنا فهمتنا يا لازم وبريج عليها يخلف يا ما يخلفش الدور عليها هضرات تبارد هاد انت هكدا فار كنا الدور هكدا 2000 ساعة ماشي قالوا هو بارد سك سمح حقو بصح الناس قالوا هو بارد سي وبريج يروح يخلف الضرب فهمني كيفاش تتبع دمك وانت يروح يرفد ويدير واش يدير يا ومع الدولة عن الخرية تختمها بالحبس مزيد تخرج بارك فهمني مزيدش تخرج عابر واش اللي كان تاري يعني عندنا ظاهرة القوة ولات مقياس هي للرجولة وهي مقياس للمكانة في المجتمع
وللأسف الناس أيضا يقولوا فلان صحيح، فلان خشين، فلان مضاربي، فلان واعر، ولا الظاهرة ذو الذرية والصغار يسمعوا هذا الكلام يتمناه وثاني يحلم باش يولي هذاك ولي يدير سبور، يدير سبور كومبا، يدير ما يديرش الرياضة البسيطة، الرياضة هذه كلها تدخل في الفكر العنيف في مجتمعنا. واحد يهضر الحق بزاف، واحد حب يعيش كرام، واحد حب يعيش مهني. ليش تعيش مهني انت؟ تقدر تخرج مع مرتك ولا مع اختك برا؟ ما تقدرش خويا العزيز، امبوسيبل. فالولوج الى هذه الاحياء يعتبر مغامره تجهل عواقبها خاصه للغرباء. افراد هذه الجماعات المنحرفه متبوعين قضائيا ولهم سوابق عدليه تتعلق اما بالمخدرات او قضايا حرب العصابات، وهذا ما يعبر عن ظاهره خطيره هي الجريمه المنظمه التي اصبحت تحترفها العديد من العصابات. Il y a une importante saisie des armes blanches عند les jeunes, c'est sensible d'ailleurs. Et بهاد لا سيزي تاع لي زارم بلونش نتفادى الوقوع في القضايا تاع الضرب والجرح العمدي الخطير ولا الجرح العمدي المفضي الى وفاه اكسيتيرا. جينيرالمون جل الاسلحه البيضاء سي دي زوكابي، سي دي زارم بلونش اللي اسمهم كلونداري ولا كاين تسميه واحد اخرى يقول بوسعادي، كل واحد اش يسميه. ارارمون كاين سيوف عاديه نورمال، كاين سيوف دو ديكوراسيون، كاين امور عادي، كاين ساطور الشاقور كيما يقولها بالعاميه ديالنا. سي با دو لامبورطاسيون، سي با اون اورغانيزاسيون. ما تكيفهمش. رغم تصاعد اوتار ظاهره العنف والاجرام من قبل المنحرفين، الا ان هناك رجالا يسهرون على حمايه الوطن والمواطن الجزائري وفق مخطط امني رادع لكل من تسول له نفسه القيام باي عمل اجرامي او التعدي على الاخرين. الحنيف يرفض رفضا قاطعا هذه الأفعال ويحرم حمل السلاح بدون حق. ظواهر العنف وظواهر الجريمة من أهمها هي اقتنائهم وأكلهم أو شربهم للمخدرات التي تغيب عقولهم، وإذا غاب العقل فإن الشاب يفعل وتصدر منه أمور لا تحمد عقباها، مثل اقتناء الأسلحة البيضاء، مثل صناعتها، مثل إحداث يعني عصابات وجماعات تنتقل من مكان إلى مكان لتبث الرعب والفزع والجريمة في أحياء هذا البلد الطيب المبارك. وعليه الإسلام حرم مثل هذه الأمور. أصحاب الرجلة هو الاسم الذي يطلق على أفراد هذه العصابات، فهم بمثابة تمثيل الرجولة على حسبهم، لكن الحقيقة هي العكس. فهل الرجولة تكمن في قطع الطريق وبيع الممنوعات والتعدي على الآخرين؟ لأولئك الذين يظنون أن رجولته في أنه يحمل سيفاً، أو الرجولة في أنه يحمل خنجراً، بل الرجولة هي الأخلاق. الرجولة أنه رجل فاضل، الرجولة أنه ابن عائلة صالحة. حبيت نقول برك اللي يستعملوا العنف واللي عنيفين، اللي يظنوا باللي هم راهم عنيفين، نسألهم سؤال برك، شكون أعنف، السباع الأسد ولا القط؟ إذا كان أكيد راح تقولوا السباع هو الأعنف، هو الواعر، هو اللي ما يغلبوا حتى واحد. وريوا السباع يدور في الحمى، وريوا السباع يدور في راه اسبوع كامل انقرضوا ولا راه في الاقفاص، بينما القط هذاك الوديع العاقل ها مازال يعيش في ديارنا. وهذاك معناتها يا الواعر يا اللي راك تحس في روحك سبع راك والو، وراه فرعون، وراه ما نسميلكش بعض الاسماء، لكن كل الواعرين اللي تكلم عليهم التاريخ يعني حتى النهايه تاعهم كانت سيئه جدا. اختلفت الجرائم وتعددت اسلحه ارتكابها، اسلحه بيضاء اضحت اليوم في متناول الجميع.
شبان قتلوا وآخرون سجنوا، أما الأولياء وحدهم من يدفعون فاتورة أبنائهم. يا بنتي الدنيا بناديك سلطانة، يا بنتي الدنيا بناديك سلطانة. بصيف لنوخروا معنا خبر تحقون بصيف. أدار بلقف الخبشة عشان يجب قيصاص خو دولة، لازم تستعمل القيصاص خو يا عزيز. من قتل يقتل، ومن سارقة تقطع يدها.